بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي جريد 6، أهلا وسهلا بكم. Welcome my dear students. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Visual Patterns and Volumes for the 6th grade primary first term. تعالوا يا شباب نبدأ بدرس الـ Visual Patterns، وطبعا احنا درسناه في السنين اللي فاتت كلها من جريد 1 لجريد 5، يعني مش جديد علينا. بيقول لي discover the pattern in each case، اكتشف الباترن في كل حالة من الحالات دي. of the following and describe it، واوصفه. then complete its repetition twice، عاوزني اكمل التكرار بتاعه twice، مرتين. انا شايف طبعا في 2 exclamation marks، وادي 2 question marks، 2 exclamation marks، 2 question marks. يبقى طبعا الريبيتيشن عندنا ايه يا مستر؟ اللي انا بكرره الاكسكلاميشن مارك والايه والكويستشن مارك. يبقى انا هقول له ايه؟ ها 2 exclamation marks and 2 question marks، وهنكرره كمان مره 2 exclamation marks 2 question marks. Number B، two squares triangle، two squares triangle. يبقى الباترن بتاعنا two squares triangle، two squares triangle، two squares triangle. هو ده الباترن بتاعنا. Each time we repeat two squares triangle. Number C، triangle circle square، triangle circle square. يبقى الباترن بتاعنا repeating triangle circle square، triangle circle square، triangle circle square. number D، rectangle ها مقسوم من النص، square مقسوم بالطول ها، rectangle مقسوم بالعرض، square مقسوم بالطول. يبقى الباترن بتاعنا rectangle مقسوم بالعرض، square مقسوم بالطول، اهو سهلة جدا. number E، ها circle inside a square، circle inside a square، circle inside a square، circle inside a square، circle inside a square. يبقى we repeat circle inside a square. number F، two squares two triangles، two squares two triangles، two squares two triangles، two squares two triangles، two squares two triangles. يبقى each time we repeat two squares two triangles. number G، empty circle، circle فاضية، circle inside it a triangle، a triangle inside it a circle. empty circle، circle فاضية، بعدها circle جواها triangle، وبعديه triangle جواها circle. يبقى الباترن بتاعنا circle فاضية، سيركل جواها تريانجل، تريانجل جواها سيركل، سيركل فاضية، سيركل جواها تريانجل، تريانجل جواها سيركل. تعالوا نشوف another question، يلا بينا. بيقول لي discover the rule، اكتشف الرول، and find the next two shapes. المرة دي بقى هرسم ال two shapes في الباترن ده in the following. number A، triangle جواه سيركل، سيركل جواها تريانجل، تريانجل جواه سيركل. يبقى النكست شيب ها سيركل جواها تريانجل، افتر ذات ها تريانجل جواه سيركل، سهله جدا. نمبر بي، زي ما احنا شايفين سيركل انسايد، تريانجل انسايد، سيركل انسايد، triangle inside. يبقى next shape
circle inside. After that, triangle inside. سهلة جدا. Number C. أنا شايف في rectangle وفي ال upper right corner في squares. لقيت السكوير طبعا نزل لتحت بقى ايه في الداون كورنر في الرايت داون كورنر اتنقل من هنا بعدين بقى هنا دلوقتي بقى فين ها في الداون ليفت كورنر يبقى النيكست شيب السكوير هيتنقل من هنا ليه لفوق يبقى ايه هيبقى الابر ليفت كورنر بعد كده هيتنقل من هنا لهنا هيبقى ايه هيرجع تاني الايه الابر رايت كورنر سهلة جدا نمبر دي زيها بالظبط ها الداون ليفت كورنر افتر ذات الداون رايت كورنر يعني اتنقل من هنا لهنا وبعدين اتنقل من هنا لهنا لفوق بعد كده هيتنقل من هنا لهنا يبقى ها الابر ليفت كورنر افتر ذات ها هنرجع تاني من الأول هيبقى الداون ليفت كورنر سهلة جدا نمبر اي الأبر ليفت كورنر بعد كده اتنقلت بقت هنا الأبر رايت كورنر بعد كده نزلت داون بقت ايه الداون رايت كورنر يبقى اللي جاي ايه الداون ليفت كورنر برافو بعد كده هترجع تاني زي ما كانت هتبقى الأبر ليفت كورنر سهلة جدا نمبر اف التراينجل اب بعد كده لقيته اتنقل بقى ليفت بعد كده بقى داون ها بعد كده هيبقى رايت بعد الرايت هيبقى هيرجع تاني يبقى اب سهله جدا تعالوا بقى يا شباب ندخل في درس الفوليومز وركزوا معايا كويس جدا بس قبل ما ندخل في درس الفوليومز لازم نتعرف على شوية حاجات ونفتكرها درسناها في جريد 1 تعالوا نفتكر الجيومتريكال شيبس الأشكال الهندسية طبعا الفيرست جيومتريكال شيب الترايانجل السيركل الريكتانجل السكوير دي اسمها تو دايمنشنال شيبس يعني أشكال ليها two dimensions بس بعدين اتنين علشان كده سميناها shapes أشكال في حاجة تانية اسمها solids اللي هي المجسمات وطبعا السوليدز بتنقسم إلى regular solids و irregular solids regular يعني geometrical يعني منتظمة زي الكيوب زي الكيوبويد الكون السفير البيراميد السيلندر دي كلها ريجولار سوليدز الايرريجولار بقى اللي هي غير المنتظمه زي الستون الحجر او الطوبه كار طبعا الكارز اشكالها ها الريجولار غير منتظمه اشكالها متعدده كتير جدا ابوتيتو البطاطسايه طبعا البوتيتو ملهاش شكل محدد ابير اوف شوز الشوز برضو اشكالها مش محدده يبقى السوليدز ريجولار وايرريجولار طبعا فاكرين الديفرنسز بتوين شيبس اند سوليدز الفرق ما بين الشيب والسوليد ايه كان الفرق بينهم اه وي كان كاتش ذا سوليد بات وي كانت كاتش ذا شيب بقدر امسك السوليد لكن ما بقدرش امسك الشيب لو جيت رسمت على الحيطه مثلا تريانجل او على البورد هل ينفع امسكه طبعا مش هينفع وي كان كاتش ات وي كانت كاتش ات ما نقدرش نمسكه لكن لو جبنا كيوب زي مثلا ظهر الطاولة اللي بنلعب بيه السلم والتعبان وقلت لك يمسكه هنقدر نمسكه يبقى we can catch the solid but we can't catch the shape بقدر امسك السوليد لكن ما اقدرش امسك الشيب the solid occupies space السوليد بياخد مكان لو حطيت مثلا الكيوب on the table هياخد مكان على التيبل لكن لو جيت بالماركر بتاعي ورسمت على التيبل مثلا سيركل هتاخد مكان؟ طبعا لا يبقى the solid occupies space the shape doesn't occupy space يعني السوليد بياخد مكان الشيب ما بياخدش مكان نقولهم تاني
ها وي كان كاتش ذا سوليد بات وي كانت كاتش ذا شيب. ذا سوليد اوكيوبايز سبيس، ذا شيب دازنت اوكيوباي سبيس. وعرفنا ان السوليدز تو كايندز، نوعين، ريجولار وايرريجولار، يعني منتظم وغير منتظم. كل اللي يهمني في الكلام ده كله الكيوب والكيوبويد، الكيوب والكيوبويد دول هما اللي هندرسهم السنة دي بالتفصيل. تعالوا بقى يلا بينا نشوف الايه البروبرتس بتاعت الكيوب والكيوبويد. يلا بينا. ذا كيوبويد، الكيوبويد طبعا عارفين شكله من السنوات السابقة، عرفنا ان الكيوبويد is a geometrical solid. ها او ممكن بدل ما يقول لي geometrical solid يقول لي regular solid that has the shape of a box، على شكل البوكس، صح، عامل بالظبط زي الايه الكرتونة. it's composed of six faces، مكون من كم فيس؟ it has six faces، اللي قدامي ده فيس، واللي في الظهر قصاده الناحية التانية ده فيس، وادي اللي في الجنب ده فيس، واللي في الجنب هنا ده برضو فيس، ادي فور، والسقف اللي فوق ده فيس، ادي فايف، والارضية اللي تحت دي فيس، يبقوا سيكس فيسز. it has six faces. all of these are rectangles، الفيسز كلها are in the shape of rectangle، كلهم على شكل rectangles. the top and the bottom، التوب اللي هو السقف اللي فوق ده والبوتوم الارضيه اللي تحت دي، ها، ار بيزس، اسمهم بيزس، اللي فوق ده السقف اللي فوق ده اسمه بيز، والارضيه اللي تحت دي اسمها بيز. بيز يعني قاعده اللي بيقعد عليها. اند ذا اذر فور ريكتانجلز ار ذا لاترال فيسز، الاوجه بقى والفيسز اللي احنا قلنا عليهم دول، اذا كان الفيس ده او الاوبوزيت بتاعه والفيس اللي في وشنا والفيس اللي في الظهر هناك، دول اسمهم ايه؟ lateral faces، يعني الاوجه الجانبيه. يعني it has four lateral faces، اربع جناب، and two bases، وقعدتين، كلهم على بعض كده يبقوا كام؟ six faces. ها all are in the shape of rectangles، كلهم على شكل rectangles. وعرفنا برضو ان any two opposite faces are parallel، الفيس ده والفيس ده اللي قصاده الاوبوزيت بتاعه parallel. ها التوب فيس والبوتوم فيس او السقف والارضيه برضو parallel، الفيس اللي في وشنا ده والفيس اللي في الظهر هناك ده برضو parallel. and congruent، congruent يعني ايه congruent؟ ها يعني equal in area، متطابقين طبق الاصل، twins، الفيس ده والفيس اللي قصاده، ها congruent، والفيس اللي في وشنا ده والفيس اللي في الظهر هناك ده congruent، يعني equal in area، يعني متطابقين، يعني طبق الاصل، يعني twins. كذلك السقف اللي فوق ده اللي هو التوب فيس والبوتوم فيس برضو نقول عليهم ايه؟ congruent، يعني متطابقين طبق الاصل. بعد كده قال لي the line segments where two adjacent faces intersect are the edges، يعني الفيس ده والفيس ده هما الاثنين طبعا متقابلين هنا intersect، هنا اللاين سيجمنت دي اسمها ايدج، اسمها ايه؟ ايدج. طب تعالوا نعد الايدجز بقى بتاعته، ها 1 2 3 4 وزيهم تحت 4، ادي 5 6 7 8، واللي واقفين بالطول دول، ها 9 10 11 12، يبقى it has 12 edges. طب it has how many vertices؟ ال vertices is the plural of vertex، طبعا ال vertex اللي هي الكورنر الركن ده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، it has 8 vertices. الأغنية المشهورة بتاعتنا اللي غنيناها في السنين اللي فاتت قلنا إيه؟ it has، ها 6 faces 12 edges 8 vertices، 6 faces 12 edges 8 vertices، 6 faces 12 edges 8 vertices، 6 faces 12 edges 8 vertices. and it has
3 دايمنشنز، له 3 ابعاد. طبعا الشكل ده 3 دي مجسم، فيها it has length and width and height. ها 3 dimensions، length width and height، ال length وال width وال height. تعالوا بقى نشوف ال properties of the cube. يلا بينا. بيقول لي برضو the cube ها is a geometrical solid that has the shape of a regular dice. عامل بالظبط زي الايه، زي ظهر السلم والتعبان، او الظهر اللي بنلعب بيه الطاوله او الليدو. برضو it is composed of six faces، برضو هلاقيه برضو مكون من six faces زيه زي الكيوبويد. all these faces are congruent squares، كل الفيسز بتاعته كلها congruent، يعني كلهم twins، يعني six faces بتوعه متطابقه، يعني twins متطابقه، يعني طبق الاصل بالظبط، يعني كلهم equal in area. and each two opposite faces are parallel، each two opposite faces كل two faces قصاد بعض parallel، الفيس ده والفيس ده parallel، والسقف والارضيه parallel، ها والفيس اللي في الظهر والفيس اللي في وشنا ده parallel. يبقى it has three pairs، في ليه 3 ازواج of parallel faces. any two opposite faces could be considered as basis and the other four squares are the lateral faces. يعني اي فيس منهم يعتبر مثلا بيز، او الفيس ده والفيس ده دول التو بيزس، والفور other faces بيعتبروا الايه اللاترال فيسز او الاوجه الجانبيه. لو اعتبرت ان السقف والارضيه دول التو بيزس، يبقى الفور لاترال فيسز دول هم الجوانب بتاعته. The line segment where two adjacent faces intersect are the edges. طبعا انا عارف يا مستر ان كل تو فيسز ها بيتقابلوا مع بعض، ها بيكونوا هنا ايدج، يعني الفيس اللي في الجنب ده والسقف اللي فوق ده لما intersected اتقطعوا هنا كونوا لي حاجه اسمها ايدج، ده اسمه ايدج. برضو it has 12 edges زيه زي الايه، زيه زي الكيوبويد. وبرضو it has 8 vertices، بس يختلف عن الكيوبويد ايه، هنا each face is in the shape of a square، لكن الكيوبويد each face is in the shape of a rectangle. تمام. برضو هنا قال لي it has 3 equal dimensions، ابعاده الثلاثه equal، يعني length equal width equal height، بعكس الايه، بعكس الكيوبويد. الكيوبويد كانوا الثري دايمنشنز بتوعه ديفرنت، اللينث كان مختلف عن الويدث، مختلف عن الهايت، لكن بقى الكيوب ها الثري دايمنشنز بتوعه ايكوال. عشان كده بيجيني سؤال دايما في الامتحانات يقول لي ايه، يقول لي if the dimensions of a cuboid are equal in length then it is called a نقط. لو الدايمنشنز بتوع الكيوبويد بقوا ايكوال يتحول لايه على طول، يتحول لكيوب. او ممكن يعكسها لي يقول لي ايه، the cube is a cuboid ها of equal edge length، الكيوب هو كيوبويد ابعاده are equal in length، ابعاده متساويه. طب تعالوا نتعرف على شويه حاجات مهمه، يلا بينا. number one the solid، the solid اللي هو الجسم او المجسم. بيقول لي ايه هو تعريف السوليد، is anything that occupies space and has a volume، يعني اي شيء بيشغل حيز من الفراغ ها وليه فوليوم، يعني ليه حجم. يبقى ايه هو السوليد، is anything that occupies space and has a volume. طب نشوف ايه هو الفوليوم، تعريف الفوليوم. قال لي it is the number of cubic units which the solid formed from، عبارة عن عدد الوحدات الايه الكيوبيك المكعبة اللي بيتكون منها الايه السوليد. نقولها تاني، is the number of cubic units which the solid formed from. طب نشوف ايه هو بقى الكيوبيك سنتيمتر، يلا بينا. الكيوبيك سنتيمتر عامل بالظبط زي ظهر الطاولة. بيقول لي ايه بقى، ها it is the volume of a cube of edge length 1 سنتيمتر،
يبقى الكيوبيك سنتيمتر هو عبارة عن الفوليوم للكيوب اللي الايدج لينث بتاعه 1 سنتيمتر. طبعا الثري دايمنشنز كلهم ايكوال، ده 1 سنتيمتر وده 1 سنتيمتر وده 1 سنتيمتر. برضو يا مستر الكونسبت بتاع الكيوبيك دي سي متر نفس الايه، نفس الكونسبت ده، بس بدل ما بكتب 1 سنتيمتر بكتب 1 دي سي متر. يعني لو عايزين نعرف الكيوبيك دي سي متر هنقول ايه، it is the volume of a cube of edge length 1 دي سي متر او 10 سنتيمترز. طب ايه هو الكيوبيك متر؟ it is the volume of a cube of edge length 1 متر. طب ايه هو الكونسبت بتاع الكيوبيك ملي متر؟ هقول له برضو نفس الكونسبت، هقول له ايه، it is the volume of a cube of edge length 1 مليمتر. نفس الكونسبت بس بشيل هنا اليونت اللي في الاخر، ها كيوبيك سنتيمتر يبقى بحط في الاخر 1 سنتيمتر، كيوبيك دي سي متر يبقى بحط في الاخر 1 دي سي متر، كيوبيك متر يبقى بحط هنا في الاخر 1 متر، كيوبيك مليمتر بحط هنا 1 مليمتر. it is the volume of a cube of edge length 1 سنتيمتر. يلا ريبيت افتر مي، ايه هو الكيوبيك سنتيمتر؟ ها it is the volume of a cube of edge length 1 سنتيمتر. تاني ها it is the volume of a cube of edge length 1 سنتيمتر. again ها it is the volume of a cube of edge length 1 سنتيمتر. تاني ها it is the volume of a cube of edge length 1 سنتيمتر. طب تعالوا نشوف سؤال سهل بقى، يلا ها find the volume of each of the following solids، وبيقول لي consider the volume of ال 1 cube equal 1 cubic centimeter. يعني عندنا solids كوناها بشوية cubes، وطبعا ال 1 cube ده ها الفوليوم بتاعه 1 cubic centimeter. تعالوا نعد كده، ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى السوليد ده الفوليوم بتاعه 9 كيوبيك سنتيمترز. سهلة جدا. طب تعالوا نشوف ده، ها طبعا هنا 1 2 3 4، الفور اللاير الطبقة اللي فوق دي مكونة من 4، تحتها برضو another layer طبقة تانية من 4، وكمان طبقة تانية من 4، يعني 4 بلس 4 بلس 4 اللي هي 4 تايم 3 ب 12، ها 13 14 15 16، يبقى السوليد ده الفوليوم بتاعه 16 كيوبيك سنتيمترز. سهله جدا. another question number C، ها تعالوا نشوف السوليد ده consists of 3 layers، مكون من 3 طبقات، ها تعالوا نشوف اللاير اللي فوق التوب لاير دي ها مكونه من كام كيوب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اللاير دي مكونه من 12 كيوبس، واللاير اللي تحتيها برضو من 12 كيوبس، واللاير اللي تحتيها برضو مكونه من 12 كيوبس، 12 بلس 12 بلس 12 اللي هي ايكوال 36 كيوبيك سنتيمتر. سهله جدا. طب تعالوا نشوف نمبر دي، ها 1 2 3 4 5 6، ها يبقى الفوليوم 6 كيوبيك سنتيمترز. question number E 1 2 3 4 5 6 7، مفيش اسهل من كده، 7 كيوبيك سنتيمترز. طب تعالوا نشوف الشكل ده او السوليد ده، ها 1 2 3 4 5 6، اللاير اللي فوق دي مكونه من ايه، من 6 كيوبس، وفي كمان تحتها 2 layers طبقتين، يعني 6 بلس 6 بلس 6، ها 3 تايمز 6 ايكوال 18 19 20 21، وهنا كمان في 3 كيوبس، ها 22 23 24. يبقى الفوليوم اوف سوليد نمبر اف ايكوال ها 24 كيوبيك سنتيمترز. طب تعالوا بقى يا شباب نتعرف على units of measuring volumes، يلا بينا. طبعا
خدنا في اليونتس اوف ميجرنج لينث كريم محمد دم وسم موت موت، اول نطه ب 1000 بعد كده ب 10، وخدنا في اليونتس اوف ميجرنج اريا برضو سكوير كيلومتر سكوير متر سكوير ديسيمتر سكوير سنتي سكوير ملي، وبرضو قلناها كريم محمد دم وسم موت موت، بس اول نطه بمليون بعد كده ها ب 100. هنا بقى اليونتس اوف ميجرنج فوليومز مفيش طبعا عندي كيوبيك كيلومتر، علشان كده هنبتدي بالكيوبيك متر اونلي. مفيش حاجه عندي في الكون كله ها على شكل كيوب الايدج لينث بتاعه 1 كيلومتر. اكبر حاجه هنقول مثلا ايه، مجدي دمه سم موت موت، مجدي دمه سم موت موت، كل نطه ب 1000. يعني عشان احول من الكيوبيك متر للكيوبيك ديسي متر هعمل تايمز 1000، عشان احول من الكيوبيك ديسي متر للكيوبيك سنتي متر هعمل تايمز 1000، علشان احول من الكيوبيك سنتي متر للكيوبيك ملي متر برضو هعمل تايمز 1000. طب لو عاوز احول ها من الكيوبيك متر للكيوبيك سنتي دوست على كام زيرو في طريقي يا مستر؟ على 6 زيروز، يعني هعمل تايمز 1 مليون. برافو. طب لو عاوز احول من الكيوبيك متر للكيوبيك ملي في خطوه واحده دوست على كام زيرو في طريقي؟ 9 زيروز، يعني تايمز 1 مليارد. تعالوا نشوف العكس ها، فروم ذا سمولست تو ذا جريتست بعمل ديفايد، من الكيوبيك ملي متر للكيوبيك سنتيمتر بعمل ديفايد 1000، من الكيوبيك سنتيمتر للكيوبيك ديسيمتر بعمل ديفايد 1000، من الكيوبيك سنتيمتر للكيوبيك متر بعمل ديفايد 1 مليون، من الكيوبيك ديسيمتر للكيوبيك متر بعمل ديفايد باي 1000. تعالوا نشوف سؤال، يلا بينا. بيقول لي كومبليت، طبعا اهي الدوده بتاعت الفوليوم اهي، مجدي دمه سم موت موت، طبعا كل نطة ب 1000 ها from the greatest to the smallest we multiply from the smallest to the greatest we divide. تعالوا نشوف number A 4 cubic meters equal how many cubic decimeters، من الكيوبيك متر للكيوبيك ديسيمتر times 1000، 4 times 1000 هيديني 4000، يبقى ال 4 cubic meters equal 4000 cubic decimeters. سهلة جدا. Number B 120 cubic decimeters equal how many cubic centimeter، من الكيوبيك decimeter للكيوبيك centimeter times 1000، يبقى 120 times 1000 هتبقى 120,000. سهلة جدا. Question number C 6500 cubic decimeter equal how many cubic meter؟ عاوز احول بقى من الكيوبيك decimeter للكيوبيك متر، يعني انا هعمل ايه يا مستر؟ ها؟ هعمل divided 1000. طب تعالوا نشوف هتطلع equal what؟ 6500 divided 1000 equal 6.5 cubic meters. طب نشوف question number D 8200 cubic millimeters equal how many cubic centimeters، عايز احول من الكيوبيك ملي للكيوبيك سنتي هنضيف على 1000، تعالوا نشوف هتطلع equal what؟ 8200 divided 1000 طلعت equal 8.25 cubic centimeters equal how many cubic millimeters، ها من الكيوبيك سنتي للكيوبيك ملي ها times 1000، يبقى 5 تايمز 1000 ايكوال 5000. سهلة جدا مش محتاجة كالكيوليتر. كويستشن نمبر اف 4300 كيوبيك سنتيمترز ايكوال هاو ميني كيوبيك ديسيمترز، من الكيوبيك سنتي للكيوبيك دي سي ها هنعمل ديفايدد 1000. تعالوا نشوف 4300
4,300 divided 1,000 equal 4.3. طلعت 4.3 كيوبيك ديسيمترز. Question number G. 3 كيوبيك meters equal how many كيوبيك milliliters؟ عاوز احول من الكيوبيك متر ها للكيوبيك مليمتر. طبعا دوست على كام زيرو في طريقي؟ 9 زيروز، يعني هعمل تايمز 1 مليارد، وطبعا 3 تايمز 1 مليارد هتطلع 3 مليارد. سهله جدا، 3 وقدامها 9 زيروز. كويستشن نمبر اتش بيقول لي 0.07 كيوبيك ديسيمترز ايكوال هاو ميني كيوبيك مليمترز. من الكيوبيك ديسيمتر ها للكيوبيك مليمتر دوست على كام زيرو في طريقي؟ على ها 6 زيروز، يعني هعمل 0.07 تايمز 1 مليون. تعالوا نشوف 0.07 تايمز 1 مليون ايكوال 70,000. question number i بيقول لي 2.1 كيوبيك سنتيمترز ايكوال هاو ميني كيوبيك مليمترز. عاوز احول من الكيوبيك سنتي للكيوبيك ملي، طبعا ها تايمز 1000. هعمل 2.1 تايمز 1000 ايكوال 2100. question number J بيقول لي 2,580,000 كيوبيك مليمتر ايكوال هاو ميني كيوبيك متر. عاوز احول من الكيوبيك ملي للكيوبيك متر. دوست على كام زيرو في طريقي؟ على 9 زيروز، يبقى هضيف على مليارد. تعالوا نشوف 580,000 هنضيفد على كام؟ هنضيفد على مليارد، 1 وقدامه 9 زيروز equal 0.00258 equal 0.00258. question number K بيقول لي 0.001 كيوبيك سنتيمترز ايكوال هاو ميني كيوبيك مليمترز. طبعا من الكيوبيك سنتي للكيوبيك ملي هعمل تايمز 1000. تعالوا نشوف 0.001 تايمز 1000 ايكوال، طلعت ايكوال 1. وفي نهاية درس النهاردة يا شباب، بتمنى تكونوا فهمتوا الدرس كويس جدا جدا. With my best wishes and goodbye.